لكل حادث حديث، لكن الفيضانات في هذا العام أثبتت بأن التغيرات المناخية تولد كوارث مناخية غير محمودة، إذ أجبرت العديد من الأسر بالعاصمة نجمينة بالتخلي عن أحيائها ومنازلها، وتمركزت بهذه المخيمات بحارة فرشة بالدائرة الأولى متأثرة من تلك الفيضانات. فمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشروع دعم الأمن الغذائي عبر منظمة تطوير التعليم في تشاد، إذ قدمت مواد غذائية لهؤلاء المتضررين من الفيضانات التي ضربت العاصمة نجمينة في الأيام الأخيرة. فهذه المساعدات تمثل 300 سلة غذائية تتكون من جوالين من الدقيق وأرز وزيت، وذلك بحسب ممثل سفير المملكة العربية السعودية بتشاد محمد بن عبد العزيز آل ثاني، الذي بدوره أشار إلى أن هذا العون يأتي لإغاثة هؤلاء المنكوبين، وذلك ضمن تعهدات المملكة الإنسانية والاجتماعية، مضيفا بأن هذا الدعم يشمل خطة موسعة للوصول لجميع ضحايا الفيضانات، وأن المشروع مستمر لإغاثة جميع من تضرروا خلال هذه الكوارث. أما ممثل وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية بيابي إرناس رحب بجهود المملكة العربية السعودية، معبرا عن عميق شكره لمركز الملك سلمان على هذه الوقفة الإنسانية، مؤكدا بأن وزارته عبر شركائها سيحاولون تخطي هذه المحن التي وصفها بالجهود المقدرة. أنا عربي سعوديت أنتو شغل شيء لسينستري الألم تردم من بيتهم الألم أخلهم، نشكرهم كثير في دون السوء عشان أنت نعلم بس ألم تلافى بيتك أقول كل ما عندك بخنم كل ما عندك وشكرا أنتم شيئا يساعدون. فيما أدلى المستفيدين بشكرهم للمحسنين والحكومة على حد سواء، مطالبين بزيادة الدعم لأن وضعهم يستدعي التدخل العاجل، مؤكدين بأن الظروف الكارثية هذه صعبة للغاية. كتر خيرهم مرقون منا الألم مرقون منا الجوع، حكومة قوية الحمد لله شالت مساكين. ومن المقرر أن يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم 1000 سلة من المواد الغذائية ضمن هذه العملية المتواصلة.